شنو كما العاده تعمل لي بارتاج وكهو ماهيش فاضي حتى هي توا في مكسيكو مخيكو تعدي في الفواياج دو نوس حسب التصويره اللي هبطتها مع زوجها اللي رينيه الاول مره في ستوري في الطياره هم مسافرين. لازم نقول لكم زاده التصويره هذه ما تعدتش هكاك فما اللي هبطها على الفيسبوك وكتب من العماره رفقه زوجها حارس ماء والسيارات بابن عروس والذي يصغرها بتسع سنوات لهنا ملال يعني ما عدتهاش عملت البارتاج اللي تكتب في البوست انستغرام هذايا وكتبتها هاو باش يبدا الشيء مع احترامي لعساسة الباركينج ملا كان شافوا العرس ايش يقولوا. نقول احنا مبروك مره اخرى لعروستنا من العمارة ريد كاربت طلعت وفازت توندونس إليغانس هذا اللي يستنى فيكم نهار 30 في افتتاح الجي سي سي في أول نهار من أيام قرطاج السينما ونحكيو على يعني شنو تعدى في البدايات مع الباج جي سي سي قرطاج فيلم فيستيفال وين أول مرة نشوفوا على السوشيال ميديا الأفيش أوفيسيال الدورة 32 من المهرجان أفيش من فيلم صمت القصور. شفتوه شفتوا محليها الخدمة اللي صارت مع تصوير هند صبري والمخرجة مفيدة التلاتلي المبدعات اللي حبي كرمهم الجي سي سي عام سنين. هند صبري عبرت على فرحتها الباج نتاعها على الفيسبوك وقالت انها فخوره بتكليف امراه على رئاسه الحكومه وكملت الستاتيو وقالت من ساعاتي اني تزامن هذا مع اختيار صورتي من فيلم صمت القصور للمخرجه الكبيره مفيده التلاتلي لتصبح صوره الملصق الرسمي لدوره 32 من ايام قرطاج السينمائيه هاشتاج جي سي سي. أول فيلم في الشرق الأوسط سيونس فيكسيون أول فيلم يتعرض على الإكران 3D هذا هو الفيلم المصري آخر نايزاك اللي من بطولة الممثل التونسي نجيب بالحسن الفيلم اللي سمعنا به كي دخلنا للإنستغرام تاع نجيب بالحسن وين عمل بوست لتصويرته من الفيلم وسط برشا تشجيع مع لي كومنتير برشا كلمة قال على برنامج آخر زادا نحكيو عليه اللي هو برنامج تقطيع وتريش الهلال الذواتي على قناة حنا بعل من الاسم اللي كانوا برشا ضدو كما ربع السيفي والمحتوى زادا كما باي زارتي اللي قالت اسم على مسمى نجل الكوريكوز في البرنامج ما كانتش من العكسين وهبطت ستوري في كيفاش في 20 ساعة البرومو هبطتها على الانستغرام على البرنامج فقط البرومو عملت فوق 375 ألف فيو. نمشيو للعالم العربي الهام شاهين قالت في فيديو عمل برشا بارتاج على السوشيال ميديا نعم منعش إذا كان في بالكم به الفيديو ذي إنها مستعدة اسمعوا مليح تتبرع بأعضائها بعد وفاتها. الكلمة ذي معناها أجي عليه تصدر توب ترند أكيد وكان البوز في مصر على خطرها طالبت أيضا بما أنه هي يتقيد في بطاقة تعريف في مصر كما صاير في تونس. نعم هذا الموضوع اللي حكيت عليه واللي هجموها فيه العديد في مصر واللي شافوها مبادرة طيبة فما غير اللي قال حلو برشا أنه تبرع بالأعضاء في مصر ماهوش موجود في العقلية المصرية. إلهام شاهين حالة الدبا وكانت التوب ترند في مصر. إنستا ستوري أهلا وسهلا.